مشاهدي ومتابعي قناة أشواق تي في، مرحبا بكم معنا. اليوم معنا واحد القصة اللي غادي تأثر المغاربة بزاف. معنا واحد السيدة اللي ربات تعيات وفي الاخر بنتها لحتها للزنقة وخلاتها متشردة. أمي حبيبة عاودي لنا شنو طرا لك، كيفاش تجيتي عند هاد الناس هنايا؟ عاودي لنا كيفاش تجيتي عند هاد الناس هنايا؟ جيت كي جابتني المرة تدور بيا مسكينة وتتسول، تجينا عند واحد مسيا نديق ولقيت هذاك الراجل قال لي مسيا نديق لا أجل خليها هنا تشرب القهوة. قال لي هو لا أنا بغيت نديها للدار تشربها مع مالي الدار، وشدني وداني وجابني للدار. وكيفاش خرجتي من الدار ديالك أمي حبيبة؟ خرجت من الدار، هي اللي خرجتني. شكون اللي خرجك؟ البنت اللي مربيها هي اللي قالت لي خرجي، لا خرجت الا بقاش تطيحي. اشنو علاش شنو السبب اللي خلاها تخرجك من الدار ديالها؟ بغا ما بغاتنيش، ما بغاتنيش، قالت لي انتي ما مويش، انتي غير مربياني دايره ليا فاعله ليا وانا نخرج. هذيك هي الخرجه. عاودي لنا كيفاش ربيتي هاد البنت اللي جرات عليك؟ عاودتها ربيتها، ملي جبتها صغيرة جابوها ليا صغيرة، شديتها نعسها هكا في الأرض تتحرك هكا، خبيتها تلعب بيدياتها ورجيلاتها، لقيتها واحد الرجل ما تتحركش، ما تتحركش. قلت انا كل غير نشقرا ولا ما خليت ابني تطلب، ما خليت صالحين، ما خليت والو، تعيط وانا نديها للطبيب، نديها للطبيب دوز لي عليها، خرج لي عليها قال لي شوف لا لا هاد البنت رانا عندهاش غقصبه خاويه. وانا عاود جبتها ديتها للمامونية، باقا صغيرة ديتها للمامونية، تجري لها نعسها هكا على كرشا، تيديرو لها دوك الكيلوات هكا، ديرو لها الكيلوات، تكمل داك الحساب ديالها في المامونية. وليت تاني ديت عند طبيبة مجهولة، تاني دورت هي باش ندخلها تن، عندك الوجه ما عندك البريك
خصك تعملي مجهودك. ديتها عطاتني هذيك المرة مشيت عندها لدارها ما جاورها تاع السبيطار، عطاتني الوراق قالت لي مشيت عندها لدارها ربي شهد، مشيت عندها لدارها عطيتها في بركة عطاتني الوراق قالت لي انتي تشوفي ملي تبغي تدخلي عند الطبيب تحاجي لذاك السوق تاع الدفا تدخل عند الطبيب ونرد لك الولاء على الاوراق اللي بغيتي تدي تعطيني. قلت هكا مع الدفا هكا تنحس بجبلاتها شويه هي تخرج عيطت لي فلانة، قلت لها دخلتني عند الطبيب قلبها من قلبها خلي لي الدواء ندير لها ذاك الدواء خلي لي الدواء تنداويها. يعني انت تكرفستي عليها امي حبيبه بزاف. اه تكرفستي عليها ويلي ويلي خلي لي الدواء تنشريه نداوي كلشي اللي نبغي نديها دابا بالكولا عندك نويلك وصبات نمشي نديها بزو الكاكب بزو الكاكب باش نركب راه كبيرة وندير تنطق الدنايا ما ندير الدار نطير وفعلا بقيت هكاك معاها خلي لي بها الصباط داروا معايا النهار فاش بغا يجي الجمعة يلاه خرج نتودا هكا خرج الجمعة تدخل عليا مفتشي قال لي هاد الجمعة إن شاء الله جيبيها ديبها السبيطار مشي ديتها بحوايجي باش نمشي للدواء الناس تعطوني باش نلبس باش نمشي للحليب تمام نمشي لكل شي بالتمام والحالة ضعيفة وهاد كشي تمشي لي هكاك تكبلها دوار انت شوية الحلي ما نلقى باش نشريه ونبيع حوايجي ونشري الحليب تكبلات سويت نايمة كبلات ملي كبلات قالت لي على انت امي ماشي امي شوية تاني تحرش عليا تحرش عليا ولادها انت عاود تاني بقيت معاها هكاك بقيت معاها هكاك بقيت معاها هكاك بقيت معاها هكاك تولد برات ووقفت على رجليها قالت لي ولد مني برات وجرات عليك من الدار اجي كبرات وجرات برات وقفت على رجليها قلت لي ما عندي ما ندير بك انت قال مامي يلا وهي مورا ما جرات عليك وسولات عليك ولا لا؟ مورا ما خرجتك من دارها سولات عليك ولا لا؟ لا من هاد الحمد لله لقيت المؤمنين لا اللي غادي يخلصهم الحمد لله وشكرتهم تكبسات عليا مديان وجيت جيت عندها تاني ولد ولد عندها قالت لها بيع الحنة
دارتني البنت الحمام تسخر تسخر، خرجتني في ديك بوشيطة جابتني للدار، عيطت لها قالت لها سخفان دايرة مع شي واحد، قال لها من اللي سخفان قوليها لي نهزها منتم. قالت هاد النبع من اللي تاني بغت غرق لي تاني السفينة، قلت يصير الجامع ديال ها هو هنا قريب في سنيتو، دارتني الجامع قالت لي شوفي لا خرجتي قرزيتن قرزيتن وخا يخوى الجامع وتسد بقيت ما حتى تجيري غادي تجيبك، هما دايرين مع السيد باش يهزني منتم. فحرة كافحت ما غادي يخلص ياك، قعد 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 دوك اللي تجيبو الحوايج فهم الجمع جمعو دوك اللي هذاك مول الدلاح جمع، قال لي هذاك الراجل قال لي واش تتسيني الوليد باش حد هنا، قلت له وليد راه قالت لي البنت سيري تما قعدي واخا خوا الجامع واخا قعدي تجي، وانا قلت له ديني ديني وليدي، قلت له عرف قال لي عرفتي، قلت له عرفت داني داني حتى الباب فين تحت المطر تم، وانا ندخل معاه دخل معايا هذيك المرا عندها الباب من الجردة عندها الباب من هي، دخل قال لها قال لها المرا خليتها مسكينك راه غنسات البنت نجيبها، خلينا نستني ويخرجوني، قالت لولدها هاك هكا الفلوس وخلص التاكسي ويزيد لك شي بلاصه تكون بعيده، انت انزل هو غادي يديها لك البلاصه اللي ما نشوفها حتى واحد، ربي كبير يودد عاوتاني نعاود داكشي اللي قالت لي طلع لي وانا نجي تاني، قالت لي شوف قالت لي شد هاد القرعه بولها شد هاد القرعه قالت لي وزدي ما عرفتش دايرين فيها، قالت لي وقال لي قبل ما عاوزها قبل ما عاوزها وحطيها امها على الكناره ما هكا صافي صافي. بارك عليك امي حبيبه، دابا تعاود لنا كوثر كيفاش جيتي عندهم للدار؟ دابا تكمل لينا كوثر ايه، عاودي لنا كيفاش تلقيتو امي حبيبه ودخلتو عندكم للدار؟ لقاها بابا حدا واحد الجامع كاين حدانا ولقى معاه شي عيالات وشي دراري كيشريو ليها رايبي وما عاد شي حاجه، هو يسولهم قال لهم شنو مال هاد المراه، قالوا لي راه لقيناها هنايا في الزنقه ما عرفناش مالها، هو يجي عندها بابا قال ليها علاش نتي هنا شنو واقع، وهي تقول ليه راه جرات عليا بنتي وانا ربيتها وكبرتها وجرات عليا، عاودت ليه القصه ديالها، هو يقول لهم بابا انا ما غنخليش هاد السيده هادي في الزنقه ويجيبها للدار، صافي حتى دخلت من هنايا هي وياه قال لي بابا راه جرات عليها بنتها وبقات معانا من ديك الساعات وبنتها ما عمرها تولت عليها، دابا راه غاديه لشي 10 ايام وهي معانا في الدار. واش حاولت هي تقلب على بنتها ولا قالت لكم فين ساكنه بنتها ولا لا؟ نهائيا حنا كنجبدوا ليها اصلا بنتها، كتقول لي هذيك ما بقاتش عندي بها حتى شي صله، قالت لي لا، كتسولها ماما ولا انا كنقول لها واش تقدري ترجعي عند بنتك الا لقيناها واش ترجعي عندها، كتقول لنا لا ما عمرني باقي بغيت نرجع عندك البنت. وانتوما شنو دابا زعما واش بغيتوا تخليوها عندكم ولا لا، ولا كتقلبوا على بنتها تردوا عليها؟ لا ما حتى هي ما باغاش ترجع عندها، ولا كانت كتعاملها بشي طريقه خايبه ما غاديش ما عندناش لاش نرجعوها عندها،
حنايا غادي نتكفلوا بها الا ما كان عندها حتى شي حل، حنا غادي نتكفلوا بها ونخليوها عندنا في الدار. بابا قلنا ليه يمشي ديكلاري وصافي، مشى ديكلاري بديكلارا باش على الاقل يكون عندنا ورقه بانها غتبقى عندنا ديما. شنو تبغي توجهي للبنت ديالها ولا الناس اللي كيعرفوها وكيشاهدوها دابا؟ ما عندي ما نوجه لها، انا ما تنعرفهاش شخصيا، ولكن هادشي اللي دارت راه ما كيجروش بنات الناس. نورمالمون امراه ضربات عليك تمارا، واخا ماشي امك، الام هي اللي ربات ماشي هي اللي ولدات. ضربات عليك تمارا وكبراتك حتى ربيتي الكتاف كيف ما كيقولوا، درتي حياتك ودرتي مستقبلك وترميها للزنقه، هادشي ما كيجروش بنات الناس. صافي هادشي اللي بغيت نقول لها، واذا ما بغيتيش هاد المره حنا غادي نخليوها عندنا، ما كاين حتى شي مشكل، حيت ما زيد انا بوالو. عمرني ما نتوجها لا في الدنيا ولا في الآخرة. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.